شكرا يا أصدقائي، رح نعمل أكل كتير طيبة. السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي، أنا نور، رح شارككم فيها كل وصفاتي. اليوم رح نعمل شعيريات بطريقة كتير سهلة وبسيطة. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة بتمنى إنكم تشتركوا فيها وتعملوا لي شير ولايك للمقطع. كتبت لكم المقادير، اللي بيحب يجرب الوصفة يصور الشاشة، واللي عنده أي سؤال يكتبيه بالتعليقات. أول شي باخد الطحين والملح بخلطهم مع بعض، بعدين بضيف القطر والسمنة والماي، وبعجن العجين مع بعضه. تمام، ممكن انا حطيت كوب ماي، ممكن تحتاجي اكتر حسب نوع الطحين بتزيدي. بعجن العجين لحتى احصل على العجينة ناعمة. هلا حصلت على العجينة ناعمة، بدها الوعاء بزيت، حط العجين بغلفه وبتركه ساعة لحتى يرتاح. هلا بعد ساعة، بعد ما ارتاح العجين باخده وبلفه بهالطريقة هي، إن شاء الله تكون واضحة وسهلة. هلا بعد ما لفيت العجين هيك، راح أحط زيت، بدهن فيه العجين وأحط عليه كيس نايلون وأتركه كمان يرتاح. هلا بعد ما ارتاح العجين بهرب بهالطريقة هاي، بحاول قدر المستطاع خليها متساوية وأقطع العجين. أنا رح أخذ القطعة وزنها 75 جرام، أكتر شوي أقل شوي مو مشكلة، المهم نحاول إنه يطلعوا قطع متساوية طبعا مثل ما أنت بتحبيه. هلأ قطعتهم ل11 قطعة، بعدين دهنت وعاء بالزيت. هلا بصير بمسحهم بالزيت وبحطهم بالوعاء، كمان بتركهم لحتى يرتاحوا شوي. هلا باخذ السمنة والزبدة وبخلطهم مع بعض لحتى يصير عندي خليط كريمي. هلا بفرد العجين وبدهنه كمية وفيرة من الزبدة والسمنة، هي الزبدة والسمنة هي اللي رح تعطيني التوريقة تبع الشعيريات. هلا بكمل الكمية كلياتها. طريقتها كتير سهلة، أتمنى إنكم تجربوها وتعجبكم. هلا بعد ما خلصت الكمية كلياتها بحطها بصحن وبغلفها بالنايلون وبتركها لحتى ترتاح ساعة بالبراد. هلا باخذ وعاء ودهن والزيت، بعد ما راحت العجينة ساعة بلش افرد العجين بهالشكل هاد،
ولفها على شكل رول. عجينة بتمط معنا بسهولة. بس انتو عملوا نفس الحركة اللي عم بعملها، هاي الحركة رح يفرد معك العجين بكل سهولة. طبعا هاي العجينة فينا نعمل منها كتير أكلات. هلا هيك صارت معي جاهزة، هلا رح احطها بالوعاء اللي انا دهنته بالزيت. هلا هيك انا خلصت الكمية كلياتها، تمام بدهنها بالزيت، كل العجين بدهنه من فوق ومن اطرافه، وبتركه ليلة كاملة بالبراد. بعد ليلة كاملة جيب صينية وبدهنها بالسمنة، طلع العجين من البراد، بلش بشتغل فيه. هلا بعمل هاي الحركة بالعجين لحتى وقت افرده يعطيني الشكل المطاول للشعيريات أو الشكل البيضوي حسب ما انتم تسميه. بفردها بهالطريقة، بقلبها وبفرد الأطراف بإيدي، بس الأطراف ما بقرب على الوسط. هلا بحط القشطة. طريقة القشطة راح تكون بالرابط اللي بصندوق الوصف، بسكرها بهالطريقة. لازم نسكرها منيح عشان وقت الشوي ما تطلع القشطة منها. شايفين طريقة كتير سهلة وبسيطة. هلا انا رح اعمل حشوة هون من الجوز. رح اخذ جوز مفروم خشن وحط عليه القرفة والقطر واخلطهم مع بعض. طبعا انا رح اعطيكي خيارات لانه انا بس رح احشي حبتين. عائلتي ما بتحب الجوز، بتحب القشطة، بس مش رح اعطيكي خيارات انتي اذا بتحبي تحشي بالجوز. هلا انا رح اعمل الطريقة التانية حتى يطلع معنا دائري. نضغطها بالنص لتحت، نكبسها ونضغط عليها وبنفردها. طريقة كتير سهلة، بتمنى انكم تجربوها. هلا بعد ما فردناها ضروري نقلبها على الجهة التانية وبنفردها بس من الأطراف، ما بنقرب على الوسط. بنحطه بقلب الحشوة. ومنسكرها، لازم نسكرها منيح حتى ما تطلع من الحشوة وقت الشوي. هلأ رح أعمل حشوة جوز بطريقة تانية. ناخد جوز مفروم ناعم، منحط عليه سكر ومنحط عليه ماء زهر للي بيحب الماء زهر وما بيحب القرفة، وكمان ما منكتر ماء زهر، بس إنه يمسكوا مع بعض، منرطبهم ترطيب بالماء زهر. هلا هون نفس الطريقة السابقة، بناخد وحدة بنضغطها من الوسط وبنفردها، وبعدين بنقلبها على الجهة التانية. ضروري كتير انه نقلبها على الجهة التانية، بعدين نفردها من الأطراف ما بنقرب على الوسط أبدا، وبنحط بقلبها الحشوة. هلا بحط هون حشوة الجوز والماء زهر والسكر، ورح أحط لهم جوز مفروم خشن قطعة كبيرة لانه انا عندي هون الجوز ناعم، وراح سكرها منيح حتى ما تطلع من الحشوة وقت الشوي. هلا ندهن الشعيريات بالسمن، ندهن وجههم بالسمن وندخلهم على الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 160، بياخدوا معنا من 35 لخمسة وأربعين دقيقة بالرف الوسط. وفي ملاحظة كتير مهمة، انه طول ما هن بالفرن لازم نقلبهم كل 10 دقايق، نقلب الصينية يعني اللي جوا نحطها نقلبها لبرا واللي برا نحطها لجوا، لحتى ما ينحرق معنا وكلهم ينشوا بنفس الاستواء.
وهلا بياخذوا نفس اللون. هلا بنحط القطر الثقيل والبارد. اتمنى انكم تجربوا الطريقه وتعجبكم. شايفين ما شاء الله لونهم كتير حلو، مستويين منيح. هي من ورا شوف شلون شكلهم. هلا رح اقطعهم سمعكم صوت القرشة تبعهم. بتمنى انكم تجربوا الوصفة وتعجبكم، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. مامي يومي كتير لذيذة، لازم تجربوها.